بص يا ميشو، انا مش هاخد من وقتك كتير. انا كل اللي انا عايزه منك يا حبيبي انك تسمع الموسيقى الجميله دي وتنقي ذهنك، وانا هسمعها معاك. ده حتى لسه بابا سامعها وعجبته قوي قوي. الله، قد ايه الموسيقى دي فعلا فعلا بتنقي الذهن. وانا حاسس دلوقتي يا ميشو انك بقيت، علشان كده بقى ممكن نبدأ الحوار. انا عارف ان سلوكك الاجرامي مش نابع من جواك، انما نابع من البيئة اللي انت عشت فيها. ابوك بسم الله ما شاء الله حرامي، وانت متربي معاه طول عمرك، فطلعت حرامي زيه. من شابه اباه فما ظلم. علشان كده دلوقتي يا ميشو انا عايزك تبوح ليا بكل اللي جواك. ها؟ بوح وانا كلي اذان صاغيه. اتكلم. وصدقني صدقني انا حاسس بكل اللي انت هتقوله. المهم عندي انك تفرغ اللي جواك، وده اول الطريق السليم. تقدر تتفضل. انا سامع. خد الباب في ايدك. خد الباب. ايه مشو بتقول ايه؟ خد الباب في ايدك. ايوه مشو، ما احنا نبتدي الحوار. بقول لك خد الباب في ايدك. ما تزقش يا مشو. طيب ما تزقش، ما تزقش يا اخي، ما تزقش. قفلت على رجلي، قفلت على رجلي. ده ايه الخلب ده يا ربي؟ والله فكره. ما تبص يا هنا. ايه الغلب ده يا ربي؟ يعني هو بالعافيه يعني يا بابا؟ اه بالعافيه، في مانع؟ هو بقى على ما اظن بقى حسب القوانين الانسانيه من بدء الخليقه ان ابدي رايي. طبعا من حقك تبدي رايك، بس اظن انا كمان من حقي ابدي رايي. من حقك؟ ايه رايك؟ لا 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 يا بابا. لا لا انا مش عايز ابدي، مش عايز ابدي، مش عايز ابدي، خلاص خلاص. اعدل نفسك وافرد جسمك. اه بابا افرد افرد. ايه النضاره اللي انت لابسها دي؟ حاضر يا بابا حاضر. إيه؟ ونازل انت كمان بقى دي بقى. امسك. حاضر في بقك. حاضر اهو. عجل اولها كده. ايوه كده، ما تخافش تحكح، هتموت من اولها. امسك المطوه دي. سلام. انت هتبقى ميشو. بقول لك ايه بقى، على ما اظن ان انا مدرس دراسات محترم. ها؟ وبعدين ما دام انت شملول قوي، وافرد ظهرك وشيل النضاره وقضي رايك وبتاع. ما تنزل انت، ما تنزل انت يا بابا، انزل انت. قضي رايي. لا لا لا، فين فين المطر؟ ماشي هنزل انا، بس انت بقى فطين روح معاهم العمليه. فين المطر اللي هشيلها دي؟ ما خلاص احسن تعور نفسك. ركز معايا، انت هتخلي المراقبة وراك انت على طول، وما ترجعش هنا الا لما النهار يطلع. مفهوم يا حيلة يا نيلة؟ مفهوم يا بابا مفهوم. اتفضل انزل. ايه حرق ابوك اسود، انت رايح فين؟ النضارة النضارة. طب اوعى تلبسها. حاضر احطها في جيبي. حطها. طب اتفضل، الباب من هنا. ماشي الباب من هنا. ماشي. ايه الغلب ده يا ربي؟ هو نزل. بتمشي ياض، وقفت ليه؟ اتحرك. يخرب بيتك، ده بينه بيشاور للمخبر. قلت لك يا سيد فطين ده ما ينفعش. بس خلاص اتحرك اتحرك اهو. يلا بينا احنا بقى نجهز قبل ما يرجع. وانا جاهز. انا خلاص تعبت وصدعت من غير النضارة. لا هلبسها بقى واللي يحصل يحصل. لا يا فطين، لحسن المخبر يعرف ان انت مش ميشو، ولو جه سألني هقول له الصراحة، ولو عرف الصراحة ساعتها اكيد اكيد المخبر هيروح يقول لبابا. آه
مش مهم، هانت كلها ساعه والنهار ان شاء الله هيطلع، وساعتها هشوف كويس قوي. ايه الساعه دي؟ مين المخبر؟ لا 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 افتحوا افتحوا، كده غلط كده غلط. ايه ده؟ ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ انا دلوقتي بقى ممكن افهم انتوا عايزين مني ايه؟ انت هتعملهم عليا يالا ميشو؟ مش تشتاوي اعمل عليك ايه بس يا معلم؟ ما يصحش الكلام ده. حضرتك يا معلم فاهم غلط، انا مش ميشو. ال 20,000 جنيه بتوعي يرجعوا لي، ده غير بقى يا حلو 10,000 جنيه تانيين حق التثبيته بتاعت فرح بنتي، يبقوا 30,000 يرجعوا لي. ما رجعوش شوف انا هعمل فيك ايه. حضرتك ايه اللي هيجرى لي؟ احب اعرف يعني لو سمحت. اقول لك بقى ايه اللي هيجرى لك. انا هتبحك زي الفراخ دي، شايف الفراخ دي؟ هتبحك زي الفراخ دي. ايه يا معلم؟ ايه يا معلم؟ هتذبحني زي دي؟ اقول لك هتبحك زي الفراخ. ماما حضرتك والله العظيم يا معلم مش شايف حضرتك فاهم غلط. انا مش قلت لحضرتك انا مش ميشو. انا بص لحظه واحده، لحظه واحده اهو. حضرتك انا فاطين سيد حسان مدرس الدراسات والله. خدوه وظبطوه وارتفعوا ريشه. لا انا اعترض وبشده. ريش مين يا معلم اللي هيتكتب؟ محدش يقدر يمد ايده عليا. حضرتك هتضرب؟ طب ثانيه واحده، ممكن تنزل ايدك؟ تقدر تتفرج؟ تاني يا حضرة الضابط؟ تاني هتقولي لي تهامي؟ صدقني يا فندم انا رحت بيته وشفت عيلته واتاكدت من كل ساره. ما تنسيش انك ضابط شرطه مش اخصائيه اجتماعيه. مش ناسي يا فندم، بس حضرتك لو رحت بيته وشفت عيلته هتحس بنفس اللي انا حاسه بيه. وانا مش هروح طبعا، ده مش دوري. ادخل. تمام يا فندم. يا منصور في جديد؟ انا فضلت مراقب البيت يا فندم لحد ما نزل ميشو قبل الفجر بشويه، فضل ماشي على الكورنيش ومشيت انا وراه، لما حسيت انه شافني التفت بعيد عنه عشان ما يحسش بيا، وفجاه كان فص ملح قدامي. قلت لك ركز شويه يا اخي، اكيد بيعمل مصيبه دلوقتي. اي امر تاني يا فندم؟ لا اتفضل. برضه هتقع تحت ايدي. هو مين ده يا فندم؟ ميشو كله أمان، كله أمان. عشان بقى كسر لي الرقم القياسي بتاع العملية اللي فاتت، عملية فاتت عملتها في 12 دقيقة 22 ثانية و5 فلتر بالثانية، اكسر لي الرقم ده. ماشي يا سيدي، أنت بس سكت الستيشن، مش خلصت من الفطين يطلع لنا ستيشن. أنت يا معلم ششتاوي، يا معلم يا فرارج أنت. أنا والله العظيم فطين مدرس الدراسات. افتح أرجوك، أحب على إيديك لو سمحت خرجني من هنا، أنا عندي إذاعة مدرسية أبوس إيدك. ده إيه الغلب ده يا ربي؟ الله يخرب بيتك يا معلم، الله يخرب بيتك.
بميشو. حد اتصل ببابا؟ طيب انا كان اتفاقي معاهم ان ارجع لهم الصبح، دلوقتي انا اتاخرت ودي مخالفه للاتفاق. يا رب يا رب خلصني بقى من اللي انا فيه ده يا رب. يا رب سكت الفراخ دي لحسن الناس اتبعت خلاص. لا حول الله يا ربي. خدي 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 خدي، لا حول الله يا ربي، تلاقيكي ميتة من الجوع زي حالاتي. خدي يا حبيبتي خدي، الله يمسكي بالخير يا سمسمة. ده أعلى خبر سمعته في حياتي أنا. متأكد؟ إيه اللي متأكد يا معلم؟ مشي دلوقتي محبوس عند المعلم ششتاوي ومطلوب فيه 30,000 جنيه عشان يسيب. مش خسارة فيك يا معلم ششتاوي، بس يجي ميشو ويترمي تحت رجلي هنا واعمل له احلى عيد ميلاد. ولا برشامة امرنا كبير، تعال احلى تورتايه واحلى شويه شمع ترصوا جوه التورتايه وتاخد ال 30,000 تروح تديهم للمعلم ششتاوي وتستلم ميشو وتجيبولي هنا في اقل من 10 دقايق يعني 1 hour. مش كتير عليه يا معلم. مش فاهمك انت يا حمار، ده انا مستعد ادفع نص عمري كله واجيب ميشو هنا تحت رجلي ونطفي الشمع سوا واعمل فيه زي ما عمل فيا سعيد. ما تقلقش يا ميشو، اي حاجه هشيل السلك مرتين. يلا جود لك. على مهلك على مهلك على مهلك. بقول لك ايه، اعملي فنجان قهوه على ما ميشو خلص. لا 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 لا، ايه ده؟ امانه يا كبير، احلى حاجه في الدنيا. يا الف اهلا وسهلا، يا مرحبا، ده هيبقى احلى واجمل احتفال في التاريخ. ولا بتسمع، سجل التاريخ ده من النهارده، ده عيد قومي للهنجر، يعني كل سنه في اجازه رسميه. تمام يا كبرنا. كويس انك جيت عشان تحتفل معانا بالعيد القومي ده وتطفي معانا الشامع. طمني، ايه الاخبار يا لأ؟ العمليه اللي هيقوم بيها ميشو وسيد الحاوي طلعت في عماره في الزمالك. شفتوا؟ يبقى وريني في سيد الحاوي بقى هيقوم بالعمليه دي ازاي؟ وفات الشاشة الأول بتاعه تحت رجليا. اعمل فيها رينجو. ما ميشو معاه هناك يا كبير. ها؟ أنا شايفهم بعناية دول، هم داخلين عمارة في الزمالك. مال مين اللي معاه في الشوال ده؟ معرفش. أنا فاطين، الأستاذ فاطين يا شيكو، ما تنساش نفسك. أنا إيه يا راجل من رجالتك الأوفف دول؟ ولا ولا انت بتطلع لي مني، عايز مني ايه؟ حضرتك انا ما طلعتش لحد من حته، ده انتوا اللي جيتوا برضاكم وخدتوني بالغصب من عني، وانا بأحذرك يا شيكو وبأعلنها صريحه مدويه اني مش هسكت، انا اعترض وبشده. سمعت بس ابن روح المدرسه؟ اخرس اخرس. انا ياما قلت لك قبل كده 100,000 مره. وانا انا ادفع فيك انت 30,000 جنيه؟ انت ما تسواش 30 سنة. لا يا حلو، انا اسوى واسوى اكتر بكتير جدا من 30,000 جنيه دول، بس انت اللي مش واخد بالك، انا مدرس دراسات محترم، يعني قفل المعلم وفيه التبجيلة كاد المعلم يكون رسولا. علقوه. يعلقوا مين حضرتك؟ ميشو سيد الحاوي؟ فين؟ فين في الزمالك؟ مين اللي بيتكلم؟ اعتبرني يا باشا واحد مفقوع منه زي ما سعادتك مفقوع منه بالظبط، ونفسه يتشفى فيه زي ما سعادتك نفسك تتشفى فيه.